امتحان النهارده كان ايه اخباره؟ هو كان تمام بس كان فيه كده سؤال، بس لو الامتحانات كلها جت كده احنا تمام قوي. تحبي تقولي ايه لدكتور طارق دلوقتي بعد الامتحان ده؟ هتحبي يكون كل الامتحانات نفس النظام ده ولا؟ يا ريت بجد يفضل نفس النظام ده، لان هو كده هيقيمنا بجد، كده كل واحد كل طالب هيبقى عارف مستواه. بالنسبه لل، هل بتزعجك اخبار التسريب او التداول للامتحان بعد ما بتطلعي من اللجنه؟ طبعا مش ببقى مركزه، ببقى مترددة في اجاباتي، حتى قبل ما اشوفها قبل ما ادخل ببقى مترددة هي دي الاجابات اللي بجد ولا انا احل وخلاص، ولا احل غلط ويا ريت ابقى صح. بتراجع بعد ما بتروحي؟ لا بصراحه بترجعيش الامتحان، بتركزي في الماده اللي بعدها. عندي قلقانه من باقي المواد. ايه المواد اللي قلقانه منها بعدها؟ المواد اللي قلقانه منها الانجليش بس. قلقانين من الانجليش على اساس ان الالماني يجي صعب، فانتوا قلقانين من الانجليش. فمتاكده هو يجي صعب ان شاء الله خير يا حبيبي.